للوقوف عند الرفض الشعبي لحكومات المحاصصة في العراق في وقت يتصاعد الصراع من قبل شركاء العملية السياسية على الحقائب الوزارية. ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي بهاء خليل. أستاذ بهاء، مرحبا بكم. خلافات واضحة على وزارات الدفاع والداخلية والخارجية بين شركاء الإطار التنسيقي، ولكن كيف يمكن قراءة هذا الصراع في تحالف يفترض أنه سيقوم بتشكيل حكومة قريبا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وللمشاهدين في الطرف الاثنين. بالحقيقه هذا الصراع وليس الامر الجديد، بعد كل انتخابات يكون هنالك صراع وعلى تقاسم المناصب وتقاسم الوزارات بين جميع الكتل السياسيه. لكن الان يبدو الوضع مختلف نوعا ما، باعتبار ان الاطار التنسيقي الان كان كتله واحده ما قبل حصوله على الاغلبيه بعد انسحاب نواب التيار الصدري، والان كانت هنالك اساسا خلافات داخل الاطار التنسيقي ومحاوله من دوله القانون للسيطره على الإطار التنسيقي وعلى قرار الإطار التنسيقي، وتم تأجيل هذه الخلافات إلى ما بعد إقرار منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء. والآن بعد أن تهيئت الظروف الآن وتم تكليف محمد الشياع السوداني، طفت هذه الخلافات على سطح الآن حتى مع الكتل التي انضمت ما بعد انسحاب التيار الصدري، واقصد هنا كتل الديمقراطية وكتلة السيادة اللي كانوا متحالفين مع مقتدى الصدر. الآن هنالك خلافات باعتبار انه هنالك مكون واحد يتصارع من اجل منصب، لكن هذا المكون مقسوم الى قسمين، مكون تحالف مع الاطار التنسيقي ككل، ومكون كان موجود اساسا مع الاطار التنسيقي ما بعد اعلان النتائج مال الانتخابات، واقصد هنا طبعا عزم والسياده. بالتاكيد ايضا هنالك خلافات بالنسبه للميليشيات حول تقاسم الوزارات، هنالك خلافات حتى داخل يعني بين الاكراد نفسهم، الحزبين الكرديين هنالك خلافات فيما بينهم من اجل ايضا تقاسم الوزارات. هذا الاسلوب المحاصصاتي هو ناتج عن النظام المشوه اللي جاءت به الولايات المتحده للعراق واصرت على استمراره من خلال دعم الاطار التنسيقي ودعمه دوليا وحتى من خلال تصريحات السفيره الامريكيه. ولكن استاذ بهاء، المتتبع للشان العراقي يلاحظ ان هناك اصرار على الوزارات والمؤسسات الأمنية من قبل هذه الأطراف، ألا يفترض أن يكون اختيار الشخصيات ضمن معايير محددة؟ لا، بالتأكيد الميليشيات الآن هي تحاول السيطرة على وزارتي الدفاع والداخلية والخارجية بالضبط لعدة أسباب. أولها أن هذه الوزارات يعني عقود التسليح وعقود التجهيز لهذه الوزارات ضخمة جدا وأموال بالمليارات، تختلف مثلا عن وزارة البيئة أو عن وزارة الزراعة أو عن الوزارات الأخرى، أيضا تعطي نوع من الحصانة للميليشيات داخل الشارع العراقي، باعتبار أنه إذا كانت مثلا وزارة الدفاع مثلا بيد كتلة لها ميليشيات، لا يتوقع أحدا محاسبة هذه الميليشيات، باعتبار أنه أساسا وزارة الدفاع هي منتمية لهذه الكتلة أو لهذا الحزب. أيضا موضوع الخارجية هي محاولة لفرض الإرادة الإيرانية على القرار العراقي. يعني كنا شاهدنا موضوع مداخلة الممثل العراق باتحاد البرلمانات العربية وكيف رفضت حنان الفتلاوي إدانة إيران بقصفها لشمال العراق. هم يريدون هذه المناصب الخارجية ليحددوا مصير العراق وعلاقاته فيه مع دول الخارج. هذه الوزارات الثلاثة مهمة جدا للميليشيات وللسيطرة الإيرانية على العراق. أستاذ بهاء، يعني أمام هذا الصراع، هل يمكن القول أن حكومة محمد الشياع السوداني فشلت في أول اختبار وامتحان وضعت فيه؟ هل يمكن أن نطلق على حكومة السوداني بأنها فاشلة قبل أن تبدأ؟ نعم، بالتأكيد كل حكومة تنشأ من نظام محاصصة بالتأكيد ستكون فاشلة، لأنه عدم اختيار الشخصيات المناسبة لإدارة الوزارات، وأيضا إصرار هذه الأحزاب على أن تكون الوزارات من حصتها، وبالتالي سيكون رئيس الوزراء في أول الأمر عاجز عن محاسبة هذه الوزارات إذا حال في حالة تقصير في أمرها، وأيضا عاجز عن محاسبتهم في حال وجود فساد داخل هذه الوزارات، لأن كل وزير ينتبع إلى جهة حزبية من داخل الإطار التنسيقي اللي هو المفروض رشح رئيس الوزراء. نفس الأمر اللي انطبق على مصطفى الكاظمي عندما اجتمعوا وجاءوا به إلى رئاسة الوزراء وشكل حكومة، وبالتالي الآن يطالبون بإعدامه حسب ما موجود من منشورات نشروها على في شوارع مدينة بغداد بالبدلة الحمراء وبحبل المشنقة ملفوف حول رقبته، ويريدون محاسبته على سرقة المليارات، بينما في الحقيقة الوزارات بيد من؟
هي بيد الاحزاب وهم اللي سرقوا، هي ليس دفاعا عن احد، لكن على محمد الشيعي السوداني ان يفهم الدرس من درس طيب مصطفى طيب الكاظم. على ذكر السوداني ونحن ندور في فلكه، تعتقد ان السوداني سيصطدم برغبه الاحزاب والميليشيات بموضوع المحاصصه؟ هل لديه القدره على ذلك؟ لا طبعا بالتاكيد لا، لانه انا اشوف انه محمد الشيعي السوداني مع احترامي لشخصه طبعا، لكن كمنصب الان هو مجرد واجهه للمالكي، كل الجميع يعرف بانه المالكي اصر على محمد الشيعي السوداني وفرض محمد الشيعي السوداني فرض على الاطار التنسيقي، وبالتالي هو يعني مجرد خلينا نقول يعني شخصيه تمثل المالكي لا اكثر ولا اقل، جميع القرارات اللي سيتخذها السوداني هي صادره من المالكي شخصيا، لانه الان بعد انسحاب مقتدى الصدر اعتبر انه المالكي انتصر على التيار الصدري، وبالتالي هو من يدير العمليه السياسيه باكملها بدعم من الاداره الامريكيه، وهذا شيء كان واضح من خلال الايام الماضيه وتصريحات السفيره الامريكيه وتصريحات رئيسه بعثه اليونامي في العراق، كلها قدمت دعم كامل لمحمد الشيعي السوداني، مع العلم انهم يعرفون ولديهم علم مسبق بان محمد الشيعي السوداني ما هو الا رجل ظل لنور الملك. طيب أستاذ بهاء، موضوع تكرار ذات التركيبة السياسية الطائفية في العراق، هل سيعيد التظاهرات إلى الواجهة وهذه المرة بشكل أكبر؟ تعتقد ذلك بنظرة مستقبلية يسيرة؟ نعم بالتأكيد، يعني الآن الشارع محتقن، واحتقان الشارع الآن يفوق ما كان عليه عام 2019 أيام بداية ثورة تشرين، يعني الآن حتى هم السياسيين قبل أيام حيدر العبادي رئيس كتلة النصر رئيس الوزراء السابق قال إنه الأرضية مهيئة جدا لثورة شعبية عارمة، وهذا الأمر الآن تدركه الإدارة الأمريكية وتدرك أن استمرار هذا النظام بهذه الطريقة دون تحقيق أي نوع من الإصلاحات سيؤدي إلى سقوط النظام بأكمله من خلال ثورة شعبية عارمة، والآن قد تكون وجود التيار الصدري خارج تشكيلة الحكومة هو أكثر ما يرعب السياسيين باعتبار التيار الصدري في حال نزوله مع المتظاهرين وامتلاكا للسلاح كميليشيا سيكون الوضع قاب قوسين او ادنى من الحرب الاهليه واحتماليه المواجهات ستكون قائمه. كيف تتوقع موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وانصاره مما يجري من محاصصه طائفيه حزبيه في تشكيل حكومه السوداني؟ هو حتى الان يعني الصمت الان اللي موجود على بالنسبه للتيار الصدري ومقتدى الصدر بشكل خاص معناه انه يهيئ لشيء، لكن حتى كل الخيارات المطروحه امامه لا يعني قليله جدا، لانه هو استنزف تقريبا كل الخيارات اللي موجوده، لم يبقى له سوى ان يساند الشعب في حال خروجه في تظاهره، وعليه ان لا يفكر بركوب الموجه، لانه في هذه الحاله سيكون هنالك انقسام داخل المتظاهرين، وايضا سيكون الرفض الشعبي لسيطره مقتدى الصدر على الثوره في حال اندلاعها مره ثانيه، لذلك عليه ان يعد دروس اللي مضت من التظاهرات تشرين، وايضا اشتراكه في الحكومه السابقه، وايضا محاوله قياما بثوره واحتلال للمنطقه الخضراء داخل يعني لايقاف هذه العمليه من يعني عمليه تكليف محمد الشيعي السوداني، لكن دعم الاداره الدوليه والولايات المتحده الامريكيه كان اكبر من رغبه الصدر في تشكيل حكومه، وايضا الضغوط الايرانيه اللي مولست عليه. لذلك انا اشوف انه التيار الصدري لا شيء امامه سوى دعم المتظاهرين الذين يخرجون دون محاوله ركوب الموجه او دون الحصول او محاوله الحصول على السلطه في حال اسقاط هذا النظام. عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي بهاء خليل، شكرا جزيلا لكم.